قالوا هي الجبهة التي تكسرت عليها عظمة الروس وكبدتهم خسائر بالأرواح والعتاد. الكبانة شمال اللاذقية، هذه البلدة الصغيرة التي حاولت الميليشيات الطائفية مرات ومرات التقدم ولو لبضعة أمتار نحوها، إلا أن الفصائل المقاتلة كانت جاهزة لكل تلك المحاولات على قدم وساق، معلنة إحباطها. وعلى عادتها الميليشيات الطائفية كلما فشلت على الأرض تلجأ إلى الانتقام عن طريق القصف الجوي. مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال الروسي قصفت الكبانة بصواريخ شديدة الانفجار، تزامن ذلك مع تحليق لطائراتها الحربية، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها البلدة للقصف بعد إعلان الاحتلال الروسي للهدنة المزعومة. في إدلب الوضع كما هو عليه، توقفت الغارات الجوية وبقيت طائرات الاستطلاع تجوب سماء المحافظة، ولكن القصف المدفعي لم يهدأ، خاصة تلك المتمركزة في خان شيخون والهبيط والتي تدك قرى وبلدات معرض حرمة وحزارين والشيخ مصطفى انقير رينبا جنوب إدلب. القصف على مناطق إدلب يبقى السبب الرئيس لعدم عودة النازحين الموجودين على الحدود السورية التركية إلى بلداتهم. وعلى ذكر النازحين الذين وصل عددهم إلى المليون، تتفاقم معاناتهم وتزداد يوما بعد يوم، وخاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء الذي سيزيد من مأساتهم. وعلى هذا تعالت الأصوات التي تطالب المنظمات الإنسانية بمد يد العون للنازحين، ويبدو أن تلك الأصوات المنادية لاقت ردا واستجابة حتى ولو كانت خجولة. وسائل إعلام تركية تحدثت عن إدخال الأمم المتحدة قافلة مساعدات إلى إدلب تضم نحو 33 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية على حد قولها.